والآن ننتقل إلى الصحف ونبدأ من صحيفة نداء الوطن، حيث عنونت جهوزية الأجهزة على سوسو نقطة والبركان المعيشي في كل زاروب ومحطة. تلفت مصادر أمنية إلى أن كل لبنان تحول إلى بؤر متفجرة، ولا يقتصر الموضوع على منطقة دون أخرى. حتى البيئة الشيعية التي كانت تعتبر أقل ضررا من الأزمة تتضايق وتحصل فيها إشكالات، لأنه لا يوجد أي مناطق تعتبر جزرا منفصلة عن الوطن. وأمام كل هذه المخاطر، فإن الأزمة تبدأ من القوى العسكرية نفسها، فمنسوب الجهوزية انخفض إلى النصف تقريبا، لأن الوضع الاقتصادي أصاب المؤسسات الأمنية في الصميم، فمعظم القطاعات تعاني نقصا، وهناك عدد كبير من الآليات العسكرية متوقفة عن العمل وتفتقد الصيانة. أما المعضلة الأكبر فتتمثل بالعديد، ولا سيما العناصر، إذ إن حالات الفرار غير المعلنة تتكاثر، وتحاول معظم الأجهزة التعامل معها على أنها انقطاع عن الخدمة أو إجازة مدفوعة. أما السبب الرئيسي لانخفاض مستوى الجهوزية البشرية فهو مراعاة الأجهزة لوضع عناصرها، إذ إن معظم الألوية تحاول التخفيف من عبء التنقل للعسكر. وبحسب المعلومات الأمنية، فإن الوضع يتدحرج بسرعة نحو الأسوأ، ولا توجد معالجة أمنية تستطيع وقف موجة الاعتراض الشعبي، مع العلم أن أحد أسباب تململ العسكر هو معاشاتهم التي لم تعد تكفي لتأمين قوتهم اليومي. ننتقل الآن إلى جريدة الأخبار، حيث عنونت تأليف الحكومة طالعة نازلة. ما بين ساعة وأخرى تتبدل التقديرات فيما خص تشكيل الحكومة. وفيما قالت مصادر مقربة من الرئيس عون إن الخلافات حسمت باستثناء ثلاثة منها، أشارت إلى أن العقد المتبقية تتعلق بفيتويات يضعها ميقاتي على أسماء يقترحها رئيس الجمهورية. وفي المعلومات أن عون طلب من حزب الله التدخل لدى ميقاتي وإبلاغه بأنه يريد تشكيل الحكومة لا الاعتذار، وأن يحاول الحزب إقناعه بالعدول عن هكذا فكرة. وعليه تقول مصادر سياسية بارزة على بينة من المشاورات أن الأجواء الإيجابية التي تجري إشاعتها من شأنها أن تتبدد في أي لحظة وتنقلب إلى عرقلة كاملة. وأكدت المصادر أن العقدة الأساسية تتعلق فعلا بالأسماء، لأن ما يقال عنها أسماء توافقية بين عون وميقاتي هي التي ستحدد حصة كل منهما، فليس هناك اسم سيكون محسوبا عليهما معا. ورأت المصادر أن المشكلة هي في أن عون وميقاتي لا يشكلان الحكومة منفردين، فباسيل والحريري يحركان خيوطها، بالتالي ما أفشل محاولات التشكيل سابقا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة الحالية. وبينما يتصاعد الضغط الدولي على المسؤولين من أجل التسريع في تشكيل الحكومة، قالت مصادر قريبة من الجو الأمريكي الأوروبي أن مرحلة جديدة يجري التحضير لها في حال لم ينجح ميقاتي في مهمته، مشيرة إلى أن عنوان هذه المرحلة هو إسقاط رئيس الجمهورية ميشيل عون من خلال تحركات وحملات ستبدأ تباعا ما إن يتبين وصول المشاورات الحكومية إلى أفق مسدود. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات والحملات يجري التحضير لها من قبل أحزاب ومجموعات من المجتمع المدني المعارضة لعهد عون، وستكون منظمة وموسعة أكثر من الفترة الماضية، لأنه لن يسمح للعهد وحده بأن يقود البلاد حتى موعد الانتخابات النيابية في ظل فراغ حكومي. ننتقل الآن إلى جريدة الجمهورية، حيث كتبوا مخاوف من ثلث معطل ملغوم. كشفت مصادر مطلعة للجمهورية أن الملاحظات التي سلمها المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نسفت تشكيلة سابقة، واستنتج ميقاتي منها أنها ستؤدي إلى توفير ثلث معطل، لأنه بعد درس الأسماء المقترحة بدقة وخلفيات اختيارها قد يكون رئيس الجمهورية ميشيل عون ضمن 10 وزراء من التشكيلة وليس 9، ليتجاوز ثلث التركيبة بوزيرين وليس بوزير واحد، وخصوصا أن حصة عون والتيار الوطني الحر فيها بقيت خارج حصة الوزير الدرزي الإرسلاني ووزير الطشناق. وليلا نفت مصادر مطلعة مقربة من قصر بعبدة عبر الجمهورية ما تداولته وسائل إعلام من سيناريوهات ومعلومات خاطئة ومضللة، وأكدت ألا صح لما سرب من أن الرئيس عون طالب بعشرة وزراء، وأكدت ألا تبديل في الحصة الرئاسية المتفق عليها من الأساس. وأشارت إلى أن الرئيس ميقاتي طرح أسماء لوزراء مسيحيين في حقائب من حصة الرئيس عون في الوقت الذي لم يسمي عون أي اسم من حصة الرئيس المكلف.
وللاطلاع على الانعكاسات الاقتصادية لتشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها طبعا على الاقتصاد اللبناني ومعيشة اللبنانيين، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أستاذ وليد أبو سليمان. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. فينا نقول صباح الخير، أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين جميعا. أستاذ وليد، خلينا نبلش انطلاقا من خطاب السيد حسن نصر الله منذ قليل. هل رح يترتب عواقب اقتصادية على لبنان في حال دخول السفن الإيرانية للبلد؟ هلأ عمليا مثل ما نحن بنعرف أنه في عقوبات، هنالك عقوبات دولية على جمهورية إيران. أنا بخشى طبعا أنه يصير في طبعا عقوبات على لبنان في حال نحن استوردنا النفط الإيراني. هذه العقوبات شو ممكن تكون؟ نحن نعرف أنه مصرف لبنان هو عنده مصرف مراسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقط مصرف مراسل واحد. الخشية أنه يصير في إقفال لهذا الحساب، ويبطل يعني يصير في انقطاع بين الداخل والخارج أقله ماليا. هذا في حال فرضت عقوبات. بس نحن كمان نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية عم بتغض النظر عمليا على أي تعامل إنساني مع بعض الدول اللي هي مفروض عليها العقوبات. هلأ لازم نحن ننتظر لنشوف شو بتقول له الأيام المقبلة. نعم أستاذ وليد، إذا لم تتشكل الحكومة، يعني ما الذي ينتظر اللبنانيين يعني من عواقب أو من تداعيات اقتصادية؟ طبعا التداعيات الاقتصادية منكفي نحن بالتدهور وبالانهيار مثل ما عم نشهد اليوم. نحن بالانهيار، يعني اليوم أبسط مقومات الحياة ما بقنا موجودة، من مياه إلى مازوت إلى أكل إلى خبز، كلها منا موجودة. ما بقى نحن عم نحكي عن الرفاهية، ما بقى نحن عم نحكي عن فرص العمل، ما بقى نحن عم نحكي عن الإنفاق والاستهلاك. اليوم كله هيدا منه موجود بظل فقدان الأساسيات، وأهمها اللي هي مادة المازوت، لأنه مادة المازوت هي بتشغل المستشفيات، هي بتشغل الاتصالات، هي بتشغل ضخ المياه. يعني للأسف نحن وصلنا لوضع أكثر من مزري. نحن عم نحكي اجتماعيا، ما بقى عم نحكي اقتصاديا وماليا ونقديا. أما عدم تشكيل الحكومة أكيد هذا بده يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، وطبعا هيدي بدها تكون وتيرته اسرع، لان احنا عمليا نحن بمسار تصاعدي. الدولار منذ نشوب الازمه بتشرين 2019 الى اليوم هو مساره تصاعدي، ولا مره صحح المسار بسبب تقاعس الحكام وتقاعس الحكومه والمجلس النيابي بالقيام بدوره. واليوم لمسنا مؤخرا ما يسمى رفع الدعم طبعا، والدولة ما قامت بأي شبكة حماية اجتماعية، وتداعياته هو طوابير الذل، وتداعياته هو الأمن الذاتي اللي صار موجود. وبس نحكي عن أمن ذاتي يعني بصير عندنا سوق سوداء، بصير في عندنا تحويل لمحطات الكهرباء من منطقة إلى منطقة أخرى. الدولة تفككت كليا تماما، وما بقى في وجود لأي إدارة للأسف. نعم، أشار البنك الدولي إلى احتمالية أن يقبع أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر بنهاية عام 2021. يعني بالأرقام كم هي نسبة الفقر حاليا في لبنان؟ يعني وقت الحد الأدنى ما بقى بيتخطى $40. طبعا نسبة الفقر هي بتكون ارتفعت لأكثر من 55% منذ هذا التقرير. واليوم نحن بدنا نذكر انه 85% من الشعب اللبناني مداخيله بالليره اللبنانيه، وبنعرف قد ايه الليره اللبنانيه فقدت من قيمتها تقريبا 90%، بالتالي القدره الشرائيه للمواطن اللبناني اليوم عم تتاكل كل ساعه وليس بالايام. وطبعا نحن شاهدين على التضخم المفرط، وشاهدين على الابتزاز اللي عم بيمارسوه بعض التجار للأسف، تجار سوق السوداء، إن كانت بالخبز أم بالمياه أم بالمازوت أم بالبنزين. هذا كله عم يدفع ثمنه المواطن اللبناني. وهون بنحب نذكر، وهيدي تداعيات
فساد أهل السلطة وفشلهم وطريقة إدارتهم للأزمة بتحميل المواطن اللبناني كافة الأعباء، وطبعا تحميل المودع اللبناني، لأنه عمليا اللي صار هو تفريط بأموال المودعين لدعم الاحتكار ودعم التهريب ودعم التخزين، اللي هو أدى كمان لكارثة منذ بضعة أيام بعكار للأسف. نعم أستاذ وليد، كم متبقي من أموال باحتياطي مصرف لبنان؟ الملفت أنه حاكم مصرف لبنان بطل يستعمل مصطلح احتياطي الإلزامي، أصبح يستعمل مصطلح توظيفات الإلزامية. عمليا إذا هيدي التوظيفات، هل يا ترى هذه التوظيفات ممكن تتسيل، وهل يا ترى تسييلها سريع؟ اليوم المطلوب من حاكم مصرف لبنان، بما أنه نحن عنا مصرف مراسل واحد بعده عم يشتغل معه مصرف لبنان، أنه يكشف هذه الأرقام لأقل يشيل الشبهات عنه بموضوع الاحتياط الإلزامي أما التوظيفات الإلزامي، اللي هو بيقول عنا 14 مليار. نحن ما بنقدر نعرف، لأنه عمليا هذه الأرقام منوطة بشبه سرية، وعلى حاكم مصرف لبنان أمام هذه الأزمة الوجودية أنه يفصح عن هالرقم هيدا. وأكيد هيدي أموال ما تبقى من أموال المودعين، بالتالي ما لازم يفرط فيها، لأنه شفنا أنه بتموز تفرط بما لا يقل عن 800 مليون دولار فقط لاستيراد المحروقات، علما أنه لبنان منه بحاجة أكثر من 300 إلى 400 مليون دولار شهرياً من المحروقات والمشتقات النفطية. إذن هيدا كله للأسف هدر، وهذا كله عم بيأثر على المواطن اللبناني. نعم، برأيك إذا تشكلت الحكومة هل رح يكون في نفس اقتصادي يعني بارز بلبنان؟ رح نرتاح من بعد تشكيل الحكومة اقتصاديا برأيك؟ أنا اللي عم بلمسه أنه المشادات هي للمحاصصة، وكانوا عم بيقولوا أنه طبعا هذه حكومة مستقلة 100%. ماني شايف أنه هذه الحكومة مستقلة. أقل الإيمان أنه بداية هذه الحكومة بأعضائها تكون تبعث بالطمأنينة وبالثقة للداخل وللخارج، ولازم يكونوا طبعا الوزراء ذو كفاءة، هيدي بالبداية. من ثم أكيد بدنا نوضع أولويات. الأولويات هي مع رفع الدعم بدنا شبكة الأمان الاجتماعية اللي هي البطاقة التمويلية، بدنا ندعم بطريقة يكون ما ندعم الاحتكار إنما ندعم المواطن وندعم الاقتصاد، يعني ندعم القطاع الصناعي لأنه هو اللي بيدخلنا العملات الصعبة، ندعم المواطن عبر هذه البطاقة، عبر النقل المشترك، ومن ثم أكيد الشروع إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأنه هو الممر الإلزامي لإدخال العملات الصعبة. نحن مشكلتنا كلها اليوم اللي عم نعيشها أنه فقدان العملات الصعبة، ومن ثم ننتقل للإصلاحات اللي هي أصبح الكل بيعرفها، وطبعاً نقدر بطريقة ما نعالج هالعجز بميزان المدفوعات اللي هو أدى لفقدان هذه العملات الصعبة. نعم أستاذ وليد، رح أنهي معك بسؤال، هل ممكن لبنان يخرج من أزمته الاقتصادية؟ يعني ما بعرف، أكيد هالسنة صعب كتير، بس بعد كم سنة ممكن نحن بلبنان نمشي على الخط المستقيم بالاقتصاد تنقول أو بالمعيشة؟ خليني أقول لك، نحن إذا أحسننا إدارة الأزمة وأحسننا إدارة أصول الدولة وما تبقى من خلينا نقول من احتياطي ومن ذهب، أكيد مقارنة بحجم الاقتصاد، لأنه نحن اقتصادنا صغير، فينا نحن نرجع ببضعة سنين نقدر نرجع يكون عنا نشهد مسار اقتصادي متعافي. نعم، الخبير الاقتصادي أستاذ وليد أبو سليمان، شكرا لك على كل المعلومات.